كان مشهدين، كان مشهدين يعني، مش عايز اقول لك. ابو حامد استاذ خالد يوسف طبعا صديق حميم جدا، و نعم صلاح معارك، احنا اسفين يا صلاح. كويس. مش عارف، ما بتحطوا قدام الكاميرا مع خالد يوسف بطلع مختلف. انا كنتش انا ما شفت المشهد اتخضيت، يعني انبسطت قوي بجد، فرحت قوي والله العظيم، فرحت الحمد لله يعني، لان يعني انا ما كنتش متخيل بجسمي بهيئتي دي كلها يحصل المشهد اللي هو فيه المشاعر دي. لا تمام يعني، انبسطت جدا جدا جدا، وبشكره جدا جدا يعني على اختياري لشخصيه ابراهيم اللي هو والد حامد وهو لسه طفل. يعني ماجد المصري بعيد عن التمثيل بيعمل كل حاجه طبيعيه. انا راجل طبيعي من مواليد مدينه طنطا، عايش هنا في القاهره بظروف شغلي، عندي اسرتي و تدخل المطبخ يوم الاجازه؟ طبيعي والله، بدخل كل يوم لاني غالبا برجع دايما متاخر، وبتبقى مراتي نايمه عشان في مدارس الصبح بدري، فبيصعب علينا نصحيها، وبيصعب علينا نصحي الدادة عشان تصحى تعمل لي اكل. مهما كنت تعبان انا بعمل نفسي اللي انا عايزه، واكل ونام وخلاص. اكتر اكله بتحب تعملها ايه؟ حاجات كتير، لان يعني بحب المطبخ. عارف انت طباخ شيء؟ بحب المطبخ جدا يعني. حتى اولادي مثلا لما يبقى ليهم مثلا يعني مزاج كده ياكلوا اكل شارع، اقول لهم تعالوا بقى نقف نعمل مع بعض كبده وسجق ومش عارف ايه والكلام ده. بتعمل كوارث المطبخ الطبيعيه، بتنسى الاكل؟ لا 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 لا، مفيش الكلام ده خالص. والمطبخ بعدين في الاخر كمان طول ما انا واقف المطبخ ما بيتبهدلش يعني، الحاجه اللي بتخلص بتلجع مكانها، بتتغسل، بتلاقي المطبخ زي ما هو. ولا لذلك دايما اقول هم الستات بيتعبوا في ايه؟ يعني هم بيقضوا وقت كبير في المطبخ ليه؟ ما انا خلصت اهو، عارفه سامع حضرتك يعني. فبس يعني فتمام. عايزينك تحكي لنا عن موقف غريب حصل لك في سفريه. انا عارف انت بتحب السفر وبتسافر كتير، موقف حصل لك في سفريه نسيت حاجه، حصل لك موقف غريب؟ صلي موقف زمان كنت مسافر ايطاليا بفيلم سارق الفرح، فانا مش فاكر طبعا، ممكن في ترانزيت مش عارف اللي حصل يعني، فلقيت نفسي في سويسرا. خلاص كده كانت اول مره في حياتي اسافر اوروبا، اول مره في حياتي. خلاص كده واكتشفت ان كل الناس اللي موجوده بتتكلم فرنساوي. خلاص كده فانا عايز اعرف مكان انا هركب منين، ومش محترف بقى لسه طيارات وبتاع وكلام ده، وفاهم بقى الجيت فين ومش عارف ايه وكلام ده. دلوقتي خلاص الواحد بقى فرود يعني، فانا مش عايز اسال حد، وكل ما اسال حد يكلمني الفرنسي انا مش فاهم حاجه خالص، وبدات اتضايق وبدات احس ان انا الطياره ممكن تطلع. وبعدين وبعدين ده كارثه بالنسبه لي. المهم لقيت واحده كده ست كبيره كده لابسه يونيفورم بتاع شركه طيران يعني، فوقفتها فوريتها البوردنج اللي معايا عشان توصف لي. قعدت تتكلم، قلت لها انا مش فاهم حاجه خالص خالص خلاص، فبدات تتعامل معايا بالاشاره، فبدات توصف لي بالاشاره وعايزه تقول لي يعني البوابه، فانت هتروح، بدات تعملي كده في وسط، والله العظيم في وسط تعمل كده. طبعا بقيت انا ابص حواليا اقول يعني يا رب ما يكون حد شايفني دلوقتي يعني، عارف ازاي. ده كان موقف بالنسبه لي كوميدي جدا، ومش عارف اعمل ايه، وصلت طبعا.